افتتح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بأكادير، وهو حدث يهدف إلى تسليط الضوء على ثراء وتنوع هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد الوطني، وسيستمر إلى غاية 13 منذ جنبر الجاري. هذا المعرض هذا كيجي بعد التوقف ديال سنتين، ولكن التوقف ما خلاش خلى الصانعات والصناع التقليديين انهم يبدعوا اكثر من ما كانوا كيبدعوا، خصوصا ان كيجي في اطار كذلك واحد الهيكله اللي كيعرفها قطاع ديال الصناعه التقليديه من خلال واحد المجموعه ديال البرامج، منها البرنامج الكبير هو الحمايه الاجتماعيه للورش الملكي الضخم. تنظيم هذا المعرض الذي يدخل ضمن تنفيذ خطه عمل الغرفه الجهويه للصناعة التقليدية لسوس ماسة لترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، يعد فرصة لعرض المنتوجات المتنوعة للجهة، كما يهدف إلى تزويد الصناع التقليديين بمساحة مناسبة لترويج وتسويق منتجاتهم. بحال هاد المعارض كتكون فرصة باش أنه يجي الصانع باش يسوق المنتوجات ديالو، وكيكون إقبال مزيان عليها. هذه التظاهرة ستعرف تكريم شخصيات، كما سيتضمن برنامج المعرض ثلاث ندوات تحسيسية وتقنية.